المنجأونة بورسعيدي لشم النسيم بأحلى وأسهل وأنجح طريقة، وهقولك على طريقة تشكيل المنجأونة. سهلة جدا، زي ما بيسموها بقى منجأونة فريسكا أو حتى شوريك. وهتاخدي النهاردة مني مقادير مظبوطة جدا، لو انتي أول مرة هتعمليها هتنجح معاكي من أول مرة. وعايزة أقولك كمان على ريحة المعجنات في البيت، طبعا بتبقى ريحتها بتقلب كده معاكي البيت. وعايزة أقولك إن هي هشة جدا وقطنية، وكمان كده بتنفع معاكي للفطار للعشاء مع كوباية الشاي أو كوباية شاي بحليب. وهتعمليها وهتدعي هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا هنا كوبايه من الحليب، الحليب معايا هنا دافي مش سخن، وهضيف عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه او باكت اللي احنا بنشتري كده من السوبر ماركت، خميره فوريه. خلاص هضيف كده الباكت زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى انا انزل بنص كوبايه من السكر او 5 معالق كبار من السكر. والبريوش زي ما انتم عارفين بتحتاج ان انت تضيفي فيه كميه سكر اكتر من اي معجنات تانية عشان يديكي طعم حلو مع البريوش او المنجاونه او الشريك. خلاص هبتدي بقى ان انا اقلب المكونات كويس علشان السكر يدوب في الحليب. وعايزه تعملي الخطوه دي في الخلاط، عادي ممكن تعمليها في الخلاط من غير مضرب يعني ولا حاجه، هيديكي ده نتيجه كويسه علشان السكر يدوب معاكي كويس. هبتدي كمان ننزل بمعلقه كبيره من الخل وبيضتين. بس كده كل مرحله بدوبها كده علشان اتاكد ان السكر داب خالص، لان مهم قوي ان انت تتاكدي ان السكر داب مع المكونات السائله. خلاص هبتدي بقى ان احنا ننزل بالزبده. هنا معايا حوالي نص كوبايه من الزبده او 4 5 مكعبات كده كبار من الزبده. وهبتدي بقى ان انا اسيح الزبده شويه، هاخد نصها سايل بس ما تكونش سخنه، يعني سايحها تدوب بس كده زي ما انت شايفه كده، لكن لسه الكميه نصها كده ما يكونش سايح علشان هنستعمله برضو في العجينه. اخدت المكونات شويه اللي هي ساحوا كده من الزبده، ابتديت ان انزل كده على المكونات السايله ودوبتهم برضو وقلبتهم مع بعض. عايزه اقولك ان النجاح الطريقه دي ناجحه جدا ومقاديرها مظبوطه جدا والله، وهيطلع معاكي تحفه وطعم وتحفه. كل هيدوق هيبقى عايز يعرف انت عاملاها ازاي. ضفت كمان 2 معلقة كبار من اللبن البودر، وده اختياري مش عايزه تضيفيه خلاص لو عندك، يعني هو بيدي بس لون حلو كده للمعجنات وكمان بيديها طعم حلو. هبتدي بقى ان انا انزل بالدقيق بتاعي. انا هنا زي ما انتوا عارفين انا بحب انزل الدقيق شويه بشويه وبقلب بيه في المضرب علشان ما اخدش معايا وقت كبير في العجن، بيسهل عليا يعني عمليه العجن، والعجينه بتبقى معايا ناعمه بسرعه وما بحتاجش ان انا اعجن فيها كتير. هنزل بقد ايه من الدقيق؟ هنزل بحوالي 5 كوبايات ونص، ممكن تاخد منك 6 كوبايات، 5 كوبايات ونص ده على حسب الدقيق عندك بيشرب سوائل قد ايه. هبتدي بقى انا نزلت كده باول كوبايتين، هبتدي برضو ان انا اقلبهم كده بالمضرب كويس جدا، وهحاول ان انا افعل الجلوتين اللي في الدقيق علشان ينعم العجينه تنعم معايا بسرعه وما احتاجش ان انا اعجن فيها كتير. خلاص زي ما انتم شايفين كده واحدة واحدة او خطوة خطوة كده بالدقيق شوية بشوية لحد ما اوصل لان انا الم العجينة وتبقى معايا عجينة ناعمة خالص كده. لحد دلوقتي انا ضفت 4 كوبايات من الدقيق. هتقولي 6 كوبايات او 5 كوبايات ونص دول قد ايه؟ يعني حوالي 1 كيلو الا ربع كده من الدقيق، يعني ما بيكملش كيلو، ممكن يكون اقل كمان من 1 كيلو الا ربع. بس انت مش كده معايا بالخطوات، بالكوبايه اللي انت عيرتي بيها الحليب هي هي اللي هتعيري بيها الدقيق، وهيطلع معاكي انجح بريوش او منجاونه زي ما بتسموها. خلاص بصوا كده العجينه تقلت، فطبعا مش هعرف اعملها بالمضرب، فابتدي ان انا اعملها كده باي معلقه عندك خشب او اي سباتولا كده زي ما انت شايفه، وابتدي ان انا انزل بباقي الدقيق وبرده بقلبها كده بالسباتولا وما بعجنش انا في الاخر خالص. هنا انا ابتديت ان انا انزل بذره كده بسيطه من الملح، بس غطا الملح كان مفتوح فنزل كله، فابتديت ان انا اشيل كده منه شويه، والحمد لله ان هي كانت في المصفى. لو كانت في على العجينة مباشرة كانت هتبقى صعبة أوي إن أنا أشيل الملح، فخلي بالك برضو من الخطوات دي. ف لما تحطي ملح ممكن يعني تعيري الأول كده معلقة، بعد كده تضيفيه على الدقيق، ما تحطيش بالعلبة كلها كده مرة واحدة. ابتديت بقى أنا ألم العجينة كده زي ما انتم شايفين، وآخر كوباية ببتدي إن أنا أنزل نص كوباية بنص كوباية لحد ما العجينة معايا تتلم. بصي العجينة طرية خالص مش محتاجة عجنة أصلا، أنا بلمها بس بالدقيق.
خلاص اخدتها بقى كده على الرخامه، ابتديت برضو ان انا اعجنها كده عشان اتاكد ان هي عجينه لينه كده في ايدي. خلاص بصوا خلاص اتعجنت وبقت ناعمه وزي الفل. هبتدي بقى ان ناخد اللي هي كانت سليمه ما كانتش سايحه اهي زي ما انت شايفه، هبتدي بقى ان انا احطها كده على العجينه وهقلبها وهعجنها كويس لحد ما تتشرب بالزبده كلها. هتلاقيها بتقطع معاكي في الاول، بعد كده هتلم، بس القطعه دي اتحذفت من الفيديو. المهم بقت معايا عجينه ناعمه كده خالص زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اخدها اعملها كويرات كده صغيره، يعني على قد اكبر من حجم الليمونه كده بشويه. وهنا انا ما سبتهاش تخمر في الاول، كنت مستعجله، لكن انت ممكن تسيبيها تخمر وبعد كده تبتدي ان انت تشكليها، هتديكي نتيجه يعني افضل لما تسيبيها تخمر مره تانية. لكن انا سبتها تخمر مره واحده بس، شكلتها بعد كده سبتها تخمر مره واحده في الصاج. لكن لما بتسيبيها تخمر بعد كده تشكليها وتسيبيها تخمر مرة تانية، أول حاجة ما بتاخدش معاكي وقت كبير علشان تخمر، وتاني حاجة اللي هي للمرة التانية يعني وهي في الصاج، وتاني حاجة ان هي بتديكي نتيجة طبعا أفضل. بس عشان أنا كنت مستعجلة ف ما تستبعديش يعني خطوة ان انتي تخمري العجينة في الأول دي، بالذات لأي معجنات اللي هي المعجنات الطرية. المهم ابتديت بقى ان انا اشكل المنجقونة كده بالشكل ده او البريوش. تبتدي تاخدي الكورة اللي أنا كنت أخداها ومشكلها كده زي ما انتوا شايفين، تبتدي إن أنا أخدها بقى كده وألفها كده على إيديا وأخليها كده رول طويل ويكون رفيع كده على قد ما تقدري. لو عايزة تصغري حجم البريوش أو الشريك ممكن تصغري حجم الكورة شوية، لأن طبعا بعد ما بتخمر بيزيد حجمه أوي. لو عايزة يعني عدد أكبر فممكن تصغري الكورة شوية. خلاص ده كده شكلت الكمية دي، بعد كده هشكل كمان صينية. وهنا فاكرين بقى الشريك بتاع زمان أو الشريك بتاع الأفران اللي احنا بنشتريه من الأفران بيبقى بالشكل ده، اللي هما بيبقوا 3 صوابع كده طوال وبنمسكهم كده في بعض أو بالشكل ده. ده برضو بيبقى شكله حلو وبيبقى طعمه حلو. ابتدي برضو ان انا شكل كده كام واحدة، ودي كده الكمية كلها معايا. هسيبها بقى تخمر خالص لحد ما يتضاعف حجم الشريك معايا. وابتدي بقى ان انا اخد بيضة وعليها شوية من الحليب، معلقة من الخل علشان معلقة صغيرة ما تزوديش علشان الزفارة، وكمان رشة من الفانيليا. ابتدي بقى ان انا ادهن البريوش معانا بالشكل ده. مش عايزة تدهني ببيض، ممكن تدهني بحليب، ممكن تدهني بشوية مية بسكر او معلقة عسل اسود وعليها شوية مية، يعني ممكن الدهان ده براحتك، بس البيض بيخلي البريوش لونه حلو كده لما بيخرج من الفرن، وبياخد لون بسرعة من فوق وما ينشفش معاك كمان في الفرن. هبتدي بقى ان انا ادهن كده كل الكمية معايا، وفتحت الفرن على اعلى درجة، وابتدي ان انا ادخل الصاج معايا في الرف الاوسط وبشغل الشواية في اخر 5 دقايق، بيقعد حوالي من تلت ساعة ل يعني تلت ساعة ودقيقتين، يعني حوالي 22 دقيقة 23 دقيقة مش أكتر من كده، وبيطلع معاكي مستوي كده وتحفة ولونه تحفة وطري وهش وقطني، مش قادرة أقولك قد إيه حلو جدا. شايفين تحفة وأخد لون كده من تحت طبعا علشان السكر اللي احنا رشناه عليه. وعايزة أقولك إن هي كمان سخنة لما بتسيبيها تبرد بتبقى طرية أكتر من كده بكتير، وهشة بقى كده ومورقة تحفة.